ورجعنا لحضراتكم مره تانية ونبدا اخبارنا كالعاده من النادي الاهلي. الاهلي يهزم المحله وينفرد بصداره الدوري الممتاز. الاهلي امبارح حقق فوز مهم جدا بهدفين نظيفين على نادي غزل المحله في مباراه ضمن الجوله السادسه من الدوري الممتاز واقيمت على ملعب غزل المحله. طبعا عاد بيرستاو العائد الى التشكيل الاساسي، سجل الهدف الاول واضاف البرازيلي برونو سافيو اللي كان وشنا حلو عليه الهدف الثاني. الاهلي على صداره الدوري طبعا كالعاده، وده النظام الحقيقي والدائم للدوري المصري برصيد 12 نقطة من 4 مباريات. العلامة الكاملة حقق فيها الأهلي الانتصار، فوز مهم للنادي الأهلي خارج أرضه. الدوري دايما بيكون مشوار طويل لازم تركز فيه على كل ماتش، إنك تكسب وتاخد التلات نقط ده شيء أساسي، لأن أنت نادي عينه دايما على المكسب، عينه دايما على الانتصارات. أنت مش بتشارك في الدوري خلاص، لا، أنت دايما عينك على إنك تكون بطل الدوري. النادي الأهلي بيشارك في كل البطولات وعينه على الفوز والانتصار بالبطولة مش بالماتش. عندنا دوري وكاس ودوري أبطال أفريقيا، وبالتالي كل فوز بيحققه هو فوز مهم في مشوار استعادة درع الدوري العام. طبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا لقاء كان حماسي جدا قوي. برونو سافيو وشنا كان حلو عليه قوي، يعني خد الجولة اللي فاتت أحسن لاعب في الجولة وهدف هو في الجولة الثانية، يعني حاجة عظيمة جدا. بيرستاو فاجئنا ان هو عاد كانه في التشكيل الاساسي الفتره اللي فاتت. مارسيل كورا نفسه كان الحقيقه يعني ادار المباراه دي بكفاءه عاليه جدا، ما حسيناش ان في نقص في محمد طاهر، ما فرقش في الفرقه، البدايل زيهم زي اللي كانوا موجودين، الجهاز الفني على اعلى مستوى، هيئ اللعيبه نفسيا لمباراه قويه خارج الارض في ملعب غزل المحله، الملعب القوي جدا اللي دايما ما بيشهد مباريات قويه بين الاهلي وهذه الفرق، فرق المحله عموما، بلديه المحله او غزل المحله. الحقيقه ان كان اللقاء الشوط الاولاني كان فيه اداء فني عالي جدا جدا جدا، كان الفتره اللي فاتت كلها النادي الاهلي مستني ان هو يشوف الاداء ده، الاداء اللي احنا متعودين عليه من النادي الاهلي كعاده النادي الاهلي، ده العادي بتاعنا. يعني يمكن الدروب اللي حصل الموسم اللي فات لتلاحم المواسم ده ما كانش التقليدي بتاعنا، لكن التقليدي هو ده، تقليدي ماتش المحله، التقليدي ان انت تعمل ماتش خارج ارضك تفوز 2 وكان ممكن اكتر. الشوط الثاني عندك كان عندك فرص يعني يمكن اقل طبعا شويه من الشوط الاولاني كاداء، لكن ده طبيعي جدا، انت خدت اللي انت عايزه من مباراه الشوط الاول واديت اداء عالي جدا.